لا تنضرق عليا كلشي لا رضي على خويا ولكن لا رضي داخل بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا، اشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية. اشكر جميع المناظر الصحفية الوطنية والدولية. اشكر السيد وزير المنتدب على حضوره معنا اليوم. بغينا نوفيو بهذه السيرورة ديال التواصل اللي فتحناها معكم وبديناها يوم 6 مارس في ندوة صحفية اللي عقدناها هنا في المكان في الوزارة، واللي من خلالها قدمنا لكم واحد العدد ديال المعطيات اللي كتعلق بهذا الملف ديال الأساتذة أطر أكاديميات الجهة للتربية والتكوين. اللي بغيت نذكر به من 6 مارس إلى 13 مارس، 13 مارس كانت واحد المحطة جد مهمة، هي انعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، واللي الحكومة وفات بالالتزامات ديالها لتطوير وتجويد النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر وهذه الأساتذة للأكاديمية. هذا التجويد تضمن واحد العدد ديال النقاط مهمة، واللي كانوا من جملة النقاط اللي كانوا كيطالبوا بها الأساتذة بما فيها أولا هو الإمكانية لمنحهم الاجتياز واحد العدد ديال المباراة لولوج واحد تفتيش لولوج الإدارة التربوية لولوج مباراة تبريز، وأيضا لتقليل واحد العدد ديال المسؤوليات في مناصب كرئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي. لهذا عملنا لهذا التطوير وهذا التجويد. اللي مهم في هذا النظام الأساسي الجديد لليوم عندنا هو التخلي بطريقة نهائية لمفهوم التعاقد، وقلناها وذكرناها وكنطلبوا منكم الله يخليكم نوروا الرأي العام باش هذا المفرد ديال التعاقد راه ما بقاش نهائيا. اليوم باقي واحد العدد ديال المنابر الإعلامية كيداولوه. اليوم عندنا نظام أساسي للأكاديميات اللي كيوضع لنا واحد وضعية نظامية جديدة، هو التوظيف في
التوظيف العمومي الجهوي. اليوم كاين عندنا جوج فئات، كاين فئه ديال المؤطره بالنظام الاساسي العام للوظيفه العموميه، والنظام الاساسي للاكاديميات اللي كيضمننا هذا التوظيف العمومي الجهوي. وهذا التوظيف العمومي الجهوي كيضمن واحد العدد ديال الحقوق اللي عبرت عليها قبل قليل. اللي مهم بعد المصادقة على هذا النظام الأساسي الجديد، واللي بغيت نذكر بأن المصادقة تمت بالإجماع في 10 أكاديميات جهوية التربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة في جوج ديال الأكاديميات. بعد هذه المصادقة أنهينا من وتخلينا على هذا التعاقد، وتحذف هذا المفرد ديال التعاقد في النظام الأساسي، ومرينا من واحد النظام الأساسي اللي كان عندنا تقريبا 54 مادة الى 113 ديال المواد. دونك باش تكون عندكم واحد الفكره على مدى التطوير ومدى ديال التجويد. وفي هذا الاطار ضمننا في واحد الماده الادماج التلقائي لكل هاد الاساتذه. هذاك الملحق اللي كنا كنطلبوهم باش يوقعوه بعد مضي سنتين بعد التعاقد الاولي في 2016 ما بقاش، انتهى. اليوم ما بقى لا ملحق لا والو. اليوم الحمد لله كاينه واحد الماده اللي غادي يدمجهم تلقائيا في الوظيفه العموميه الجهويه. وكنكرر على هذه الكلمه، الوظيفه العموميه الجهويه. هذه الوظيفه العموميه الجهويه ايضا سمحت لنا باش نصرفوا الاجور مباشره، ما بقاش نطلبوهم هذا الملحق. واليوم الحمد لله تمكننا باش هاد الاساتذه كاملين يستافدوا من الاجر ديالهم. دونك الله يخليك، اليوم التعاقد تجاوز وما بقيناش نهضروا على التعاقد نهائيا. التعاقد كان في 2016 وكان المده ديالو هي سنتين، كان سي دي دي. ومن بعد سنه طلبنا ذاك الملحق لافونو، ومن بعد سنه هاد دابا عندنا نظام اساسي جهوي. دونك ما بقى ماشي سي دي دي ولا سي دي ولا حتى شي حاجه نهائيا. وهاد الناس عندهم الحق في واحد في جميع الشواهد اللي كتمنحها الوظيفه العموميه، هما عندهم شهاده العمل، عندهم الامور ديالهم كامله. وطبقنا مبدا المماثله، واكثر من المماثله مشينا المطابقه بين هذا النظام الاساسي الجهوي والنظام الاساسي المركزي. نقطة أخرى بغيت نصحح واحد بعض الأمور اللي تقالت. لابد أن هذا النظام الأساسي خصو يكون مؤطر بمرسوم، واحد العدد الإخوان خرجوا وعبروا عليه. القانون المؤطر للأكاديميات، قانون 070 اللي صدر في 2000 في المادة 11 كتكلم على هذا المرسوم. ولكن في 2003 خرج قانون 69 هو المؤطر للمؤسسات العموميه. وفي الماده 17 ديال هذا القانون كتعطى جميع الصلاحيات للمجالس الاداريه للاكاديميات باش يعتمدوا نظامها الاساسي. لهذا بالنسبه لنا هذا النظام الاساسي في اطار قانون 69 هو بمثابه قانون. دونك تجاوزنا قضيه المرسوم 2011، وفي 2003 اعتمدنا هذا النظام الاساسي للاكاديميات. اليوم خصنا نعرفوا بان هذا الوتيره ديال التجويد والتطوير هي قضيه عاديه وكتدخل في واحد السيروره عاديه. النظام الاساسي للوظيفه العموميه المركزيه ايضا من الستينات السبعينات الثمانينات عرف واحد العدد ديال الفترات اللي تجود فيه وتطور فيه. لهذا اليوم الاكاديميات لها جميع الصلاحيات في اطار الاستقلاليه ديالها باش تطوروا وتجودوا وتاخذ بعين الاعتبار جميع متطلبات اعضاء مجالس اداريه. واللي مهم والضامن الاساسي باش يكون واحد التوحيد
على المستوى الوطني هي بالنسبة لها الأكاديمية الجهة والتربية والتكوين رئيس ديالها هو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا هو اللي مهم، هو الضامن لهذا التوحيد وهذه الممثلة بين جميع الأنظمة الأساسية. لهذا حيت حتى هذه واحد المغالطة كانت، يمكن بحال دابا الأكاديمية تطور النظام الأساسي ديالها والأكاديمية الأخرى ما تطوروش، بكون الوزير هو الذي يرأس جميع المجالس الإدارية هذا المشكل ما نطيحوش فيه بتاتا. وهذا واحد الميزة مهمة، لأن هذا القانون 0702 في المادة 4 كيعطي الرئاسة الفعلية للمجالس الإدارية للوزير، والوزير له جميع الصلاحيات اللي تفويض هذه المهام ديالو والصلاحيات ديالو، ونمشيو في نفس ونهجوا نفس السياسة. هذا النظام الأساسي أيضا شنو أعطانا كميزة جديدة؟ هو عملية الترسيم بعد بالنسبة للفوج 2016 سالوا سنتين، دابا تزنا كنستدعيوهم باش نديروا الكفاءة المهنية وباش يتم الترسيم ديال هاد الأساتذة. واليوم يمكن لنا نقول لكم بأن عندنا أكثر من 2850 اللي تم ترسيمهم في 2016 بعد سنتين، وزدنا واحد إضافة أخرى هي الترسيم يمكن له يتم بعد سنة. لهذا فتحنا أيضا الفرصة والإمكانية الفوج 2017 باش يمكن باش نستدعيهم ونديروا لهم الترسيم أيضا، وهذا الترسيم كيعطيهم واحد الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد، وهذا هو اللي مهم. بغيت نذكر بأن هذه العملية اللي تمت من 2016 حتى 2019 مكناتنا باش نوظفوا واحد 70,000 شاب مغربي مجاز، وهذه سابقة من نوعها، ما عمر شي قانون مالية سمح لنا باش نوظفوا واحد العدد كبير بهذا المستوى هذا. الو كي عبرت عليه وانتم شفتوا المجهود اللي قامت به الحكومة في إطار الالتزامات ديالها، رغم هذا المجهود الكبير اليوم انتم شفتوا الساحة شنو كاين فيها. كاين ما يسمى بالتنسيقية الوطنية ولا الجهوية ولا المركزية، كتدفع بالأطر الأكاديميات باش يتوقفوا على العمل، وهذا الوضعية احنا اليوم هذا الأسبوع في الأسبوع الرابع باش يتوقفوا على العمل، مدعية أنها تقوم بإضراب. أولا التساؤل ديالنا، هاد شنو هي الوضعية القانونية ديال هاد التنسيقية؟ أولا. ثانيا واش عندها الشرعية باش تطلب الإضراب؟ ثالثا شكون اللي كيدعي الإضراب؟ واش التنسيقية اللي ما عندها حتى شي شرعية قانونية غادي تدعي الإضراب؟ الإضراب أنا بالنسبة لنا كنعرفوا شكون اللي كيدعي لهم، هما النقابات، هما مؤسسات دستورية مواطنة مسؤولة اللي كتدعي الإضراب. فاش كتدعي الإضراب؟ كتدعي الإضراب يوم يومين ثلاث أيام بحال اللي حنا عايشين هاد الأسبوع في أجل معقول. لماذا؟ لأن عندها واحد مسؤولية تجاه هاد التلاميذ وتجاه الأسر، وهذا حق مشروع اللي ما يمكننا إلا نخطو فيه. لهذا اليوم تساؤل، هل هذا التوقف على العمل مدة 4 أسابيع واش هو إضراب أو لا توقف عمل أو لا ترك الوظيفة؟ هذا تساؤل اللي غادي نجاوبكم عليه اليوم. اللي كيتبين هو هاد التنسيقية وقعتنا في واحد الوضع ديال الإخلال بالوظيفة بالمرفق العام، واليوم هادشي كيتنافى مع المصلحة العامة. فين هو الحق ديال
التلميذ في التمدرس. الحمد لله اليوم واحد العدد ديال التلاميذ في المدارس ديالهم، جول التلاميذ في المدارس ديالهم، بالحق كاين واحد الفئه قليله كتعاني من الاشكال. الحكومه الوزاره لها المسؤوليه باش تصدرك هذا الزمن المدرسي، وهادشي اللي خايدين فيه الحمد لله مع الاكاديميات مع المديريات الاقليميه بتضافر جهود ديال واحد العدد ديال الشركاء، القطاع الخاص، المجالس الاقليميه، واحد العدد ديال المتطوعين من الاساتذه، كلشي من خارج باش هاد العمليه تدوز بسلام، لان ما يمكنش نضربوا في الحق ديال التمدرس ديال التلاميذ ديالنا. وهذا هو الشغل الشاغل ديالنا اليوم. اليوم نشتغل باش هاد التلاميذ كاملهم يستافدوا ونصدركوا الزمن المدرسي. اللي اسفنا اكثر هو مهما هاد المجهودات اللي كنديروا، هاد التنسيقيات كيمشيو كيأجلوا لنا الوضع اكثر واكثر، وكيرعبوا واحد العدد الاساتذه كيبغيو يقوموا بهذا الدور الشريف، هذا الدور المسؤول. لهذا خصنا لابد نفرقوا بين هاد الناس اللي باغيين يعرقلوا المرفق العام ويضروا بالمصلحة العامة، والأساتذة اللي محرضين واللي لقاو راسهم في واحد الموقع اللي ما يقدروش، اللي مهددين باش ما يرجعوش للأقسام ديالهم. أولا كنطلب من هاد الأساتذة يرجعوا للأقسام ديالهم، وكنوفروا جميع الضمانات بأن ما غيكون في حقهم حتى شي حاجة اللي غادي تضرهم. غير ما ننساوش بأن هاد توقف العمل غادي ينتج منه ينتج عليه الاقتطاع، هذا جانب اخر اللي ما عنده علاقه بالمتابعه على هاد، ولكن لا استمروا في العمل ديالهم. الوزاره ما يمكن الا تتمن هاد المبادره هادي. الاجراءات اليوم والتدابير اللي غادي نقوموا بها، اولا كاين المتدربين، كي كتعرفوا كاين 15000 متدرب فوج 2019 في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين. هاد المتدربين باش نذكركم كيوصلوا لهاد المراكز، درنا مباراه جهويه، كل اكاديميه دارت المباراه ديالها حسب الخصائص اللي عندها. كانوا 156000 اللي جاو دوزو الكتابي، في 156000 تم انتقاء 45000 باش غيدوزو الشفوي، و 45000 دوزو 15000. في اواخر شهر يناير التحقوا بالمراكز الجهويه وبدات فتره التكوين من يناير حتى يوليوز، اواخر شهر يوليوز. هاد المتدربين يتقاضون واحد المنحه 1400 درهم شهريا. الغريب هو هاد التنسيقيات مشاو ايضا كيحرضوا هاد المتدربين باش يتركوا التدريب ديالهم والتكوين ديالهم ويخرجوا للشارع. هاد المتدربين وقعوا واحد الالتزام ديال التدريب، وهاد الالتزام التدريب عنده واحد العدد ديال الشروط، لكن الغياب اكثر من 5 ايام او لا 10 ديال انصاف يوم يتم تعويضهم بالناجحين اللي في لائحه الانتظار. وهاد المسطره تم تفعيلها من طرف المديريه، من طرف الاكاديميات. اللوائح سيتم ارسالها من المركز الجهوي الى المديريه الاكاديميه، والمدير الاكاديميه غادي يعوضهم
بالناجحين في هذه اللائحة الانتظار. هذا ما يمكنش هاد الناس درناهم فيهم ثقة وعطيناهم هاد الفرصة ونجحوا وكندربوهم وكنكونوهم، يخليو التكوين ديالهم والتدريب ديالهم ويغادروه ويمشيو لتاهما الشارع، لأنهم غيتبعوا اتجاه ديال التنصيب فيها وآخرين كينتظروا. التدبير الثاني بالنسبة للأطور الأكاديميات، عندنا هنا جوج فئات باش نفرقوا بيناتهم. كاين الأساتذة اللي باقي ما التحقوا بعملهم لحدود اليوم، غادي نحركوا المسطرة ديال ترك الوظيفة. هاد المسطرة ديال ترك الوظيفة مؤطرة بالقانون بالنظام الأساسي. في النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية هو 75 مكرر، وفي النظام الأساسي ديال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو 103. المماثلة والمطابقة، نفس المسطرة. شنو هي المسطرة؟ هو إنذار 48 ساعة بالنسبة للعالم المجال الحضري، 3 أيام القروي، كنعطيهم 7 أيام باش يلتحقوا، لما التحقوش 7 أيام كنقطعوا الأجر، وفي 60 يوم لما التحقوش كيتم العزل ديالهم. هذا هو مضمون ديال 75 مكرر وديال 103. هذه فئة ديال واحد الأساتذة. الفئة الأخرى واللي بغيت نفرقها هما هاد الناس اللي كيدعيو وكيكونوا تنسيقيات الذين يعرقلون السير العادي للمرفق العام، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، واللي كيضروا بالمصلحة العامة. هادو سيد تم الشروع في العزل ديالهم. هذا قرار ديال الحكومة، وهذا العزل ديالهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات، لأن هما اللي يوظفوهم هما اللي غيعزلوهم. بغيت أيضا كاين واحد العدد ديال الأمور كتروج، بغيت نقولها بعجالة. هاد الصباح إلغاء العطلة البينية غير واردة، هادشي كان افتراءات ومزايدة. اش غنلغيو حنا العطلة؟ كيف فترة الامتحانات؟ حنا كاين فروض اليوم، مكاينش فترة الامتحانات. هادوك لي بيلتان كيتعطاو في اخر السنة، مكيتعطاوش دابا، ماشي بحال الفترة البينية ديال يناير. لهذا الفروض لا تعذر إنجاز فروض في هذه الفترة، هذه سيتم إنجازه في الشهر المقبل إن شاء الله. غادي الأساتذة يمشيو وغتكون المتابعة ديالهم وغنطلبوا لهم وغادي نديروا لهم ونفعلوا لهم نهائيا. جميع الأساتذة فاش كيتغيبوا فاش كيلتحقوا بالعمل ديالهم كطلبوا منهم باش يوقعوا محضر استئناف العمل. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجة أخرى. الاسماء ديال الاساتذه في الاكاديميات مكتوبين بقلم الرصاص، وما عندهم حتى شي ضمانه بانهم موظفين الاكاديميات. هذا الشيء ما كاينش نهائيا. هذا تشويش، كيفاش مكتوبين بقلم الرصاص؟ واش ما كاينش واحد كيكتب بيدي بعدا؟ كاينه واحد لاباز دوني، كاين الاسماء ديالهم، كاين لي ديسيزيون ديالهم، كاين القرارات ديالهم، كاين شهادة العمل ديالهم، كل شيء موجود على غرار ما يوجد في الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية كلمة الأخيرة بغيت نوجهها للأسر والتلاميذ اللي أولا كنتفهم الانشغالات ديالهم، وأريد أن أطمئنهم وكنقول لهم بأن بحال اللي قلت لكم
الاولويه ديالنا اليوم هو تندرس، هو استدراك الزمن الدراسي ديال هاد التلاميذ. كان واحد العدد ديال المؤسسات ولا سيما اقسام اكثر من مؤسسات في العالم القروي كانت مشدوده الاسبوع المصاري تقريبا 300، دابا عندنا اقل من 200، وفرنا الاسئله وحنا وحنا يا الحمد لله يوم بعد يوم نستدرك هذا من اصل عندنا 11000 مؤسسه زائد 13000 فرعيه، 11000 7700 مؤسسه ابتدائي، 2000 اعدادي، و1200 تاهيلي، و13000 فرعيه. انا كنهضر على هاد الفرعيات اللي كانوا مسدودين. شنو هي فرعيه؟ هو قسمين ثلاثه اقسام. اليوم الحمد لله بتضافر جهود الجميع، وقلت لكم الشركاء ديالنا بما فيهم اولياء واباء التلاميذ اللي يعملوا جاهدا وكيشكلوا الوسطاء ديالنا في الساحه باش يتكلموا مع هاد الاساتذه وكيحاولوا يقنعوهم باش يردوا من الاقسام ديالهم. وكنشكرهم هذه المناسبه وكنشيد بالعمل اللي كيقوموا به والجديه ديالهم والمسؤوليه ديالهم، وكنطمئنهم ايضا لان اليوم الاولويه عطيناها لاستدراك هذا الزمن المدرسي. وكي قلت في مناسبه اخرى اريد ايضا اشكر الاساتذه اللي ما تركوش العمل ديالهم وبقاو في الاقسام ديالهم وعبروا على روح المسؤوليه ديالهم والتفاني في العمل، مفتشين، مدراء مؤسسات، والمدراء الاقليميين طبعا والاكاديميات، لان هذه اكثر من 4 اسابيع وهما الشغل ديالهم هما هذا استدراك الزمن المدرسي. اظن ساكتفي بهذا القدر وننصت الى الاسئله ديالكم، والسيد وزير المنتدب ناطق رسمي للحكومه سيعطي اضافات وغادي يعطي اكثر اجابه ان شاء الله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير، السادة أخر وزارة التربية الوطنية، السيدات والسادة رجال ونساء الإعلام، قلت الصوت شوية ولا مزيان؟ إذا أولا المسار اللي قطعوا هذا الأمر من 21 فبراير إلى غاية اليوم كانت سلسلة من المجالس الحكومية، 6 ديال المجالس الحكومية، 5 مجالس حكومية من 21 فبراير إلى الآن. الحكومة كيف تعاملت؟ أولا عملت على الإعلان يوم 21 فبراير على أننا منفتحون على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي للأكاديميات، وهو الموقف الذي سبق الإعلان عنه في أكتوبر الماضي بعد المصادقة على النظام الأساسي. وبرزت آنذاك ملاحظات، قلت آنذاك طموح هو أن نصل إلى المساواة بين الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية على المستوى الوطني والأساتذة في إطار الأكاديميات. هذا كان إعلان مبكر، لكن بعد الاحتجاجات التي انطلقت أعلننا بوضوح على أن الحكومة في 21 فبراير بعد مجلس الحكومة الإعلان عن انفتاح من أجل تعديل وتطوير النظام الأساسي. مجلس الحكومة الموالي أعلننا على أننا سننخرط في المراجعة، وفي نفس الوقت
تضيف الجهوي خيار استراتيجي لا تراجع عنه. في موازات ذلك استوى مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في اتجاه مراجعة واستيعاب كل ملاحظات. بعد ذلك مجلس الحكومة الموالي قلنا بوضوح أننا سنقوم بهذه المراجعة 7 مارس، وقلنا القاعدة هي المساواة في الحقوق والواجبات. مطالب اللي هي مشروعة لن ندخل في مسار تفاوضي، لا، ما هو مشروع، والمشروع هنا هو ضمان الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر التدريس بالأكاديميات. هذا المطلب اللي هو مشروع، واللي بالنسبة إلينا لا ينبغي التأخر في معالجته. علاش؟ لأن الإصلاح ديال التعليم اللي هو أولوية وطنية ما يمكنش يتم لما كانش رجل تعليم ومرأة تعليم في وضعية مستقرة. إذن قلنا غادي نمشي ونراجع. عندما أعلن عن ذلك 7 مارس، هنالك من طرح بأن المستند المراجعة طويلة وأن هذه أنظمة أساسية صدقت عليها مجالس إدارية الأكاديميات. قلنا ستتحمل الحكومة مسؤوليتها في التسريع بإنجاز هذه المراجعة، لأن الهدف ما خصش يبقى تمييز، ما كاينش أستاذ درجة أولى وأستاذ درجة ثانية، كاين أطر ديال التدريس اللي كيقوموا بواحد مهمة وطنية نبيلة. على ضوء ذلك 13 مارس اجتمعت المجالس الإدارية للأكاديميات في أسبوع وتمت المصادقة على النظام الأساسي الجديد. في النظام الأساسي الجديد أعلننا الإلغاء ديال التعاقد، ما بقاش عقود، ما بقاش نظام ديال التعاقد كما كان، وكما كان مكتوب في النظام الأساسي ما قبل 13 مارس. وهنا نبغي نأكد على واحد المسألة، أن الحكومة عندما أطلقت هذا الورش كاين مرحلة إلى غاية شتنبر 2018 ما كانش نظام أساسي، وفعلا يمكن نقولوا أنها كانت هذه المرحلة فيها وضعية فيها عدد من العناصر ديال الهشاشة. آنذاك مجلس الحكومة السيد وزير التربية الوطنية في ربيع 2018 طرح الموضوع على مستوى مجلس الحكومة مع وزراء آخرين، وكان القرار هو اعتماد نظام أساسي. النظام الأساسي حل 15 مشكلة تحلت: مساواة في الأجر، الحق في الترقية، الحق في التقاعد، الحق في الانتقال داخل الجهة، الحق في الانتماء النقابي، الحق في التغطية الصحية والانخراط في المؤسسات، من استفادة من المؤسسات محمد السادس لرجال ونساء التعليم. ف 15 الحق بما فيها الحق في الحماية القانونية إزاء الاعتداء عليه، كان 15. ف 2016 اللي انطلق هذا النظام ل 2000 لشتنبر 2018 هذه مرحلة تم إنجاز عدد من الإصلاحات، ولكن من بعد ما انجزناها جات عدد من الملاحظات هي اللي كانت موضوع مراجعة يوم 13 مارس. 33 تعديل، فيها 31 تعديل، واحد إضافة مقتضى، وواحد الحذف. ونعطي هنا واحد ثلاثة ديال أو أربع قضايا. كان المطلب ديال أن هذه عقود تجدد بصفة تلقائية، إذا كاين الهشاشة حذفنا هذا المقتضى، قلنا هذه عقود دائمة كما ديال الوظيفة العمومية. هذا الإخوان الإعلام الدولي إحنا ما كنهضروش على أطر تشتغل بطريقة مؤقتة، لا، ما بقاش هذا الأمر، ما كانش بالنسبة إلينا. واليوم هذيك الشبهة اللي كانت يمكن تفسر على أنها تحيل عليه حذفناها هذاك المقتضى. مثلا المقتضى ديال الفصل بدون إشعار ولا تعويض، واللي كان ملاحظة جاتنا من عند أساتذة ديال أطر الأكاديميات
قدموها وقالوا راه هذا امر كيعني الهشاشه، هو تقابله واحد الماده في الوظيفه العموميه اللي هي يحال على التقاعد بصفه تلقائيه. ولاحظوا على هذه القضيه، قالوا راه كاين فرق بين الصيغتين، وفعلا مشينا باش نعتمدوا الصيغه ديال الوظيفه العموميه واللي شنو فيها، فاش يكون عجز صحي عندك 3 سنين، العامين الاولى كتاخذ الاجره كامله واخا ما كتضرش، العام الثالث كتاخذ هذه رخصه مرضيه اللي هي متوسطه الامد، ورخصه اللي هي طويله الامد فيها 5 سنوات 3 سنين كتاخذ الاجره كامله، والعامين السنتين المواليتين كتاخذ نصف الاجره 5 سنوات. من بعد كانت الصيغه القديمه يفصل بدون اشعار ولا تعويض. جات هذه الملاحظه كما جات الملاحظه الاولى واستجبنا وغيرنا ودرنا المقتضى اللي كاين في الوظيفه العموميه. ايضا الحق في اجتياز المباريات ديال التفتيش وديال التبريز وديال الاطر التربويه وديال مناصب المسؤوليه واللي كان مطلب 4 ديال النقاط تمت الاستجابه له. ايضا كان واحد المشكل اللي تم وكان محط نقاش ديال الايقاف ديال الاجره في شهر فبراير بسبب عدم التوقيع على ملحق العقد. ايضا عملنا لان واحد العدد ديال الناس كانوا كيتصلوا، كاين اللي كان بالصفحات الاجتماعيه، كاين اللي كيتصل بالهاتف وكيطرحوا تيقول لك و لا قلتوا لنا ما كايناش الهشاشه، اذا حلوا لنا المشكله ديال الاجر. وفعلا التزمنا وتحمل حل هذا المشكل سلسله من المطالب المشروعه، بحيث ان النظام الاساسي اللي كانت عدد الفصول ديالو في حدود 54 ماده ولا اليوم 113 ماده 113. ودرنا مبدا المماثله، بمعنى كنهزو المقتضى من النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه وكيتوضع في النظام الاساسي ديال الاطر الاكاديميات باش نحاربوا كل ما يمكن ان يفسر او يؤول على اساس انه تمييز. شنو اللي بقى لينا وهذا الشيء كنتبعوه في النقاش؟ بقاو 3 اشكاليات. الاشكاليه الاولى مساله ديال التقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهذا النظامين مختلفين على مستوى الاقتطاع، لان في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كيتقتطع، كاين نظام بني على الثلث ثلثين، هو هذا النظام 6% و 12% كتأديها الدولة أكاديميات. في النظام الصندوق المغربي للتقاعد هذيك المناصفة 14-14، هذا الاختلاف الأول. ولهذا الأطر ديال الأكاديميات راه الأجر اللي كيتلقاو كاين واحد الفرق، ولكن على مستوى المعاش كاين فرق، هو أن الصندوق المغربي للتقاعد عنده نظام الاحتساب اللي هو أفضل من نظام الاحتساب ديال نظام جمال. هذا شنو الجواب عليه؟ الجواب بسيط، وهو اننا نوحدوا هذ النظامين، غادي نجمعوه في نظام واحد، لا على مستوى الاقتطاع ولا على مستوى الاحتساب، غادي نعالجوا هذا المشكل. وعلنا عليها، ووزاره الاقتصاد الماليه في المذكره ديال تقديم القانون الماليه علنات عليها توحيد النظامين في قطب عمومي واحد. هذا المشكل الاول اللي بقى، ولكن ممكن يجي واحد يقول راه ما عندوناش المعاش. كاين معاش، وهذا المعاش كتستافد منه الناس الجماعات الترابيه والناس المؤسسات العموميه، كيستافد منه الجميع. طيب، وهنا باش نعطيكم واحد المعطى بالنسبه الينا، هذا اصلاح مستعجل، لان مجلس على الحسابات قال من لهنا نهاية هاد العشرية المقبلة راه الأزمة غادي تكون قوية وخص المعالجة عبر التوحيد. إذن هذه المسألة. النقطة الثانية اللي بقى فيها خلاف هو القضية الحركة الانتقالية الوطنية، انتقال داخل الجهة تقرر. احنا بالنسبة إلينا على النقل هذا توظيف جهوي في إطار عدالة مجالية باش كنضمنوا الحق ديال التمدرس الابناء وبنات المغاربه في كل منطقه. الان كاين مناطق اللي مازال عندنا فيهم، لان يلا 95% اللي حلينا مشكل الاقتضاء، كاين مناطق اللي مازال عندنا فيهم 54 تلميذ
انا التقيت مع ناس اللي قالوا لي المؤسسه هي قريبه لنا، عندنا فيها 54 تيم، عندنا مشكل ديال الاكتظاظ، وبالنسبه الينا التوظيف الجهوي كيمكن من حل هذا المشكل. واش غادي نسدوا الباب كليه؟ لا، كاين حق ديال التبادل كما حاليا كاين في الجماعات الترابيه. وهنا خصنا نوضحوا واحد القضيه، الادماج في الوظيفه العموميه راه ما كيعنيش اوتوماتيكيا الحق في الانتقال الوطني، ما كيعنيش. والدليل هو المؤسسات الجامعيه، كيف استطعنا ان نضمن واحد الحد ادنى للعداله المجاليه في التعليم العالي، حد ادنى لان مازال كتواجهنا تحديات، هو انه ما يمكنش استاذ تعين في جامعه واخا هي وظيفه عموميه انه ينتقل لجامعه اخرى لما كانش عنده المنصب ديالو، ما يمكنش. توظيف جهوي، توظيف جهوي، وهذه مساله حسمناها. نعم، الحق الانتقال في اطار التبادل كما كاين في المؤسسات العموميه ممكن، لانه كتجيك حالات كتجيك كدار في اطار التبادل ويتعالج المشكل، ولكن الحق في التمدرس ديال ابناء المغاربه خاصه في المناطق النائيه ينبغي ان نضمنه، وهذا واحد الدافع اساسي. والحكومه هذا التوجه، لان كاين واحد السؤال كيتطرح، علاش هذا الشيء بديتوه في التعليم ما بديتوش في القطاعات الاخرى؟ المراكز الاستشفائيه الجامعيه هذا النظام بدا فيها من 2003، توظيف مع مراكز استشفائيه الجامعيه. الان وزاره الصحه كدير مباراه ديالها، والمراكز الاستشفائيه الجامعيه لي سي اش اي كيديروا المباراه ديالهم بجوج، وما تلقاوهم في. ولهذا ما خصناش نقولوا امور اللي هي غير سليمه. اذا بقى المشكل ديال الانتقال الوطني، ولكن بالنسبه الينا كاينه واحد الاختيار، وهاد القضيه ديال محاربه الفوارق المجاليه ده اختيار. المدرسه العموميه هي نفسها على المستوى الوطني، وكاينه واحد الفكره اللي كتقال اساتذه اللي في الوظيفه العموميه راه لا قبلت لا الا كان التوظيف الجهوي ما تبقاش تستافدوا من الحركه الانتقاليه، لانه ما يبقاش يكونوا المناصب باش تستافدوا، وهذا غير صحيح. اضخم عمليات ضد الحركه الانتقاليه هي اللي دارت في هذه الثلاث سنوات الاخيره، واللي تجاوزت 20,000، كاين هاد السنه وصلت 27,000، وهذا كان اختيار، لان حنا كنامنوا انه ماشي معقول واحد ولد قلمي تعينوا في الجبهه. كاينه اسره قبل هذه الحركه الانتقاليه، الزوج في قلمين والزوجه في الجبهه، ففعلا ما يمكنش تصور استقرار مهني اللي عنده علاقه وطيده بالجوده ديال التعليم. اذا ماشي فقط مساله اكتظاظ، لا، الان في المباريات اللي كتتم الاولويه يعني كنشجعوا الناس يتسجلوا في الاقاليم ديالهم. وكتذكروا هذه سنوات كيفاش الناس كتسالي الفتره ديال التكوين وكيقول راني غادي نتعين في 1000 كيلومتر بعيد على الدار ديالي، ومن بعد ننتظر سنوات ونشوف الحركه الانتقاليه. هذا العهد انتهى، ولينا الاولويه رجل التعليم امراه التعليم يتعين في المنطقه ديالو في الاقليم ديالو ويبدا الدراسه ديالو. وهنا كاين مساله ديال المساواه، لان شنو هو التحدي اللي كاين؟ حنا بالنسبه الينا في اطار التوظيف الجهوي كيختلفوا المناصب اللي شاغره، كتختلف ما بين الجهات والمناطق. حنا في اطار ان الحق في ولوج المباريات مكفول دستوريا، ما يمكنلكش تمنع واحد من جهه من الشمال انه يدوز المباراه مثلا في الجنوب، ولكن في الشمال مثلا كتكون المناصب اللي مفتوحه محدوده، ما كيدفعش تما، كيمشي كيدفع في الجنوب او في منطقه في الوسط الحدود ديالو كتكون مرتفعه، وكيوقع الولوج ديالو الوظيفه في اطار الاكاديميه على اساس انه يحل مشكله مرتبطه بمنصب في الاكاديميه. بمعنى احنا داخلين في واحد الورش ديال الدفاع عن المدرسه العموميه يكون فيها المساواه على المستوى الوطني، وهذا الشيء فعلا كيقتضي تضحيات.
وكيقتضي مجهود. والقضية الثالثة اللي بقات هي القضية ديال التعليم العالي. كيقول لك المباريات ديال التحويل ما عندناش الحق في الاستفادة منها. وفعلا هذا النظام احنا غادي نحو المراجعة ديالو، لأنه في 2016 كانوا المباريات ديال و2017 المباريات ديال التحويل، أي الناس اللي في الوظيفة العمومية بالمنصب المالي ديالو كيمشي للتعليم العالي للجامعة الدكاترة، وكاين المناصب الأخرى اللي هي المباريات المفتوحة. 2017 كانت عندنا 400 مناصب مفتوحة و800 مناصب ديال التحويل. ولكن شو التوجه اللي مشينا فيه حاليا؟ 2018-2019 المساواة 700-700، ولكن السنة المقبلة غاديين في اتجاه ديال أن الأغلبية زيد من الثلثين إحداث مناصب. هذا المشكل غادي نحلوه إن شاء الله، غادي نوليو كل المناصب مناصب مفتوحة للتباري للجميع باش ما يبقاش هذا المشكل. وأنا ذاك راه الجميع عنده الحق، فهما غير ممنوعين من اجتياز المباراة. كاين مشكل في هذيك المناصب ديال التحويل غنحلوه، ولكن الآن راه 700 منصب ديال المباراة عادية، والسنة المقبلة 1000 منصب اللي غادي تكون مفتوحة للجميع في مقابل 300 ديال التحويل، وهذاك الشيء غادي يوقع تدريجيا. طيب، كاين واحد الكلام أو واحد العدد من الأمور اللي كتستعمل في إطار التعبئة واللي هي غير صحيحة. غير صحيحة. القضية الأولى كيقولوا أن هذا الشيء في إطار الخصصة ديال التعليم والبيع ديال المدرسة العمومية. أولاً القانون الإطار ديال التعليم وقبله الميثاق وقبله الرؤية الاستراتيجية كرسوا المبدأ ديال المجانية والمبدأ ديال الإلزامية. واليوم القانون الإطار في الصيغة، لأن التعديلات اللي تقدمت، واحد من التعديلات اللي كانت موضوع إجماع هي أنه غادي يدار واحد المقتضى صريح في مجانية التعليم. مجانية التعليم مقتضى صريح. علاش؟ لأن هذه قضية البلاد المستقبل ديالها. شنو كتقول لنا المؤشرات؟ في 2006 كانت عندنا 36 مليار درهم لميزانية ديال التعليم. 2019 68 مليار. واش الذي يتجه إلى مضاعفة الميزانية والرفع منها كل سنة غادي نحو بيع المدرسة العمومية؟ واش اللي مشى نحو إضافة ثلاث سنوات الإلزامية ديال التعليم؟ ثلاث سنين زدنا عامين ديال التعليم الأولي وعبئنا لها مليار و365 مليون درهم. مشينا درنا مساهمة إلزامية على الشركات الكبرى 2% باش توفر 2 المليار ديال الدرهم باش نغطيو النفقات ديال برنامج تيسير ونعموه في العالم القروي. مشينا نحو الزياده في الميزانيه ديال المنح 3 مرات تقريبا الميزانيه، لان ضفنا حتى التكوين المهني. بمعنى كاين واحد المجهود مالي معتبر نحو المدرسه العموميه والتعليم العالي العمومي، وهذا الشيء غادي يكون محصن بالقانون الاطار. طيب، جات واحد القضيه كيتقال راه هاد الاكاديميه تفرض الرسوم لان ما عندهاش باش تخلص الناس، لما خلصاتهمش غادي تطردهم. الان وان هاد الشيء عنده علاقه بكتله الاجور، هذه من بين الامور الغير صحيحه. علاش؟ اولا المغرب في اطار التطور اللي عرفوه في القانون التنظيمي للماليه كاين واحد العمليه ديال الافتحاص كيقوم بها المجلس على الحسابات. نطلب منكم ترجعوا للتقرير ديال تنفيذ ميزانيه 2017 اللي قدمو الرئيس الاول للمجلس على الحسابات امام البرلمان. جا البرلمان صفحه 52 منه بالضبط و53، جا وقال بوضوح الكتله ديال الاجور تساوي الاجور التي تصرف عبر الميزانيه العامه للدوله، الاجور التي تصرف عبر المؤسسات العموميه، المخصصات التي توجه للتقاعد. وقال نعم النسبه ديال كتله الاجور ديال الميزانية العامة 9 شي حاجة في المية، ولكن راه النسبة ديال ميزانية الأجور هي 12%. فمجلس على الحسابات تيقول هادشي للبرلمان، حنا ما كيمكنش نخفيو، حنا باغي نخبيو كتلة الأجور ديال هاد الأساتذة عن طريق الأكاديميات. الميزانية ديال الدولة كتخضع للافتحاص، ميزانية عامة وميزانية المؤسسات والاستثمار، وسنويا كيتقدم تقرير البرلمان، وهذاك التقرير هو المعتمد
لا عند البنك الدولي ولا عند صندوق النقد الدولي ولا عند كل المؤسسات المالية الدولية اللي المغرب كيتعامل معها. هادشي ما كنخفيوش. طيب واش هادشي اللي اول مرة كاين مع المؤسسات مع الاكاديمية في البلاد مع المؤسسات العمومية؟ لا. شحال ديال الامدادات كتعطى؟ شحال بالنسبة ل 2017 كان عندنا 35 ألف الأستاذ اللي هما أطر الأكاديميات، شحال القيمة ديالها؟ 3.5 مليار درهم. إلا رجعتوا للتقرير التنفيذي الميزانية كيقول الكتلة هي 14 مليار ديال الدرهم. بمعنى بالمعدل ديال رجال التعليم العدد كيتجاوز 130 ألف اللي هما التعليم كيشكلوا 3.5 وسط 14 مليار. الدولة ملتزمة مع المؤسسات العمومية الغير تجارية كما كتبني التقرير ديالو سيجطو اللي هما يعني ما كتقدمش خدمات ديال البيع، ما خدمة عمومية 14 مليار ديال الدرهم. منها ديك الساعة 2017 3.5 اللي كانت كتمشي للأكاديمية. فهذا ماشي اختيار اللي هو لفئة أو لجهة، لا هذا اختيار وطني وكاين. القضية واش هادشي إملاءات البنك الدولي؟ كما قلت لواحد من الناس اللي اتصلوا بيا امس في الهاتف وعبر هو على الملاحظه، قلت ليه لو كان هذا الامر املاء ديال البنك الدولي غادي نجمعوا الاكاديميات ويصادقوا على على نظام اساسي جديد كيلغي التعاقد. قال لي فعلا راه انتبهت لهذه الملاحظه. البنك الدولي في علاقته مع بلدنا مبنيه على الشفافيه، بمعنى اي قرض قدموا البنك الدولي للمغرب كيتعلن عليه وعلى المضمون ديالو، وفاش كينتهي كيتعلن على التقرير الختامي. كيمكن لكم تمشيو للموقع ديال الانترنت البنك الدولي وتخرجوا القائمه ديال المشاريع اللي مول البنك الدولي للمغرب في هاد 20 سنه، ماشي في هاد 5 سنوات، 20 سنه. غتلقاو ثلاثه د القروض 80% بشي 720 الف دولار. هاد القروض ثلاثه ما عندها علاقه الموضوع ديال الاساتذه لاطر الاكاديميات، كاين اللي عنده علاقه بجمعيه الاباء، كاين اللي عنده علاقه بالولوج الفتاه القرويه للتعليم، كاين اللي عنده علاقه بنظام ديال التقييم، كل واحد وشنو العلاقه ديالو. ورجعوا قراو ثلاث سنوات وحاليا ما كاين حتى شي قرض. اخر قرض اللي توقع كان في 2014 وانتهى في السنه الماضيه، انتهى. يمكن لكم تمشيو للموقع ديال البنك الدولي تلقاوه. لهذا يكفي فعلا فاش كان تعبئه كدار على واحد مطل المشروع ديال الفصل بدون اشعار ولا تعويض، كانت فهموا هذيك القضيه. فاش كانت التعبئه كتكون على اساس ان العقد يجدد بصفه تلقائيه كل سنه، كانت فهموا هذه القضيه. فاش كان عدم الحق في الولوج للمباريات ديال التفتيش والتبريد والمفتشين والمديرين، كانت فهموا هذه القضيه. مطالب مشروعه وعملنا على الدراسه ديالها والمعالجه ديالها. طيب كاينه واحد القضيه كتقال، كيقول لك ما تقولوش الناس 70 ألف، راه هادشي هي تعويض ديال المتقاعدين. كتسمعوا هاد القضيه. اولا الحكومه كتقدم تقرير بقائمه اللي تقاعدوا في كل قطاع حكومي للبرلمان. في سنه 2017 اللي حنا فيها، بعد 2016 كانت 14 ألف متقاعد، 2017 كانت 17 ألف متقاعد، 2018 10 ألف متقاعد. فاش كنجمعو شحال؟ نحن إزاء 41 ألف مقابل 70 ألف. والطموح ديالنا مازال، لأن أعلنا على أن الخصاص خصنا نوصلو 200 ألف. واش نقارنوا الوضعيه قبل 15 سنه عندما كانت المناصب لا تتجاوز 2000، او في الحكومه السابقه عندما كانت المناصب لا تتجاوز 8000؟ اليوم المعدل ديال الثلاث سنوات كان هو 23 24 ألف في السنه، وهذا انجاز دام. الخلاصه وهي انه بالنسبه الينا الرهان الكبير والاستراتيجي هو إصلاح التعليم العالي كخيار لبلدنا. هذا الإصلاح كيمر
ضمان الحق ديال التلاميذ في التمدرس والنهوض بالاوضاع ديال الرجال ونساء التعليم. الاصلاح اللي دار الثاني واللي وقع فيه تفاعل مع المطالب المشروعه كيكتف في هذا السياق. جوج ديال الامور، جوج ديال الاختيارات. ولهذا المبررات اللي تبنات عليها هذه الاحتجاجات واللي ارتبطت بواحد العدد من الانتقادات في النظام الاساسي ديال ما قبل 13 مارس، وارتبطت بالاشكاليه ديال عدم اداء الاجور بسبب الملحق في العقد، او ارتبطت ببعض الاشكاليات او بعض الحقوق اللي كاينه عند الاساتذه الموظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه على مستوى الوظيفه العموميه الوطنيه. هاد المطالب المشروعه عالجناها، العيب عليهم كون ما عالجناش هاد المشاكل. وهادو فيهم ابنائنا الاخوه ديالنا، هادو ما كنتصوروش الاصلاح ديال التعليم بدون الاطر ديال التدريس. ولهذا النداء اللي كنقولوه وكنكرروه وكناكدوه، استئناف الدراسه. كاين مجهود كبير كيتبذل حاليا، المستقبل ديال بلادنا هو في مدرسه عموميه قويه، اطر ديال التدريس في وضعيه مستقره، والطموح ديالنا اللي جسدناه بهاد 33 تعديل في النظام الاساسي واللي تعتمد واشرت عليه مصالح وزاره الاقتصاد الماليه، واللي الدوله كتضمن الوفاء بالمقتضيات ديالو وكتضمن ان العمل دائم ومستمر وتعبئه الموارد للنجاح فيه والمضاعفه ديال هذه الموارد. القانون ديال الاطار ضمن واحد العدد ديال الالتزامات ماليه مستقبليه. النداء ديالنا الذي نؤكده اليوم هو استئناف ديال الدراسه، وحتى لا نضطر، لان هذه الاجراءات احنا ماشي في صراع مع امراه ديال التعليم او رجال ديال التعليم. نحن نريد المدرسه العموميه ان تطلع بكامل ادوارها، وهذا الشيء هو اللي كان حافز لنا باش فاش اعلنا في 21 فبراير الانفتاح للتعديل والتزمنا بهذاك الشيء في وقت قياسي، باش نقولوا راه حنا المصلحه ديال التلاميذ هي الاولى، المصلحه ديال الرجال ونساء التعليم ايضا هي الاولى. ولهذا ندعوهم نوجه لهم هذا النداء، الاستئناف ديال الدراسه حتى لا نضطر لتنزيل الاجراءات، واللي هي راه النقاش اللي كان على مستوى الحكومه كان صريح وواضح بكلمه واحده، قلنا الاجراءات المرتبطه بهذه الفئه غتكون نفس الاجراءات اللي كتطبق على مستوى الوظيفه العموميه، لان احنا اعلنا على المبدا ديال المماثله. هذا المبدا ديال المماثله غنطبقوا فيه نفس الاجراءات، لان احنا بالنسبه الينا الضمان ديال المدرسه، استمراريه ديال المرفق العمومي ديال المدرسه العموميه، القيام ديالو بالواجبات ديالو، هذه ايضا من المسؤوليه ديالنا. وحنا كحكومه قررنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا في هذا الاطار، والاجراءات راه سيتم البدء فيها. ولهذا كنوجه النداء وكنكرر النداء السيد وزير التربيه الوطنيه، وجهه ديال الاستئناف ديال الدراسه. حنا بالنسبه الينا بلادنا بلاد ديال الحوار الاجتماعي، وراه حتى باقي الفئات لانهم لجؤوا ايضا للتعبئه عن طريق طرح القضايا ديال فئات اخرى، ملف ديال ضحايا النظامين سلام سعود، ملفات مرتبطه بالمديرين المفتشين. حنا بالنسبه الينا لسنا في صدام، حنا غادي نعالجوا هذيك الاشكاليات، وكاين حرص على مستوى السيد رئيس الحكومه، على مستوى الحكومه، على مستوى وزاره التربيه الوطنيه، باش نعالجوا المشاكل ديال كل الفئات، باعتبار ان القضيه بلادنا اليوم اصلاح المنظومه ديال التعليم والتقدم فيها، وهذا الشيء ما يمكنش ننجحوا فيه بدون خيرات الجميع وبدون نهوض بالاوضاع ديال الجميع. وشكرا. الوزير المدير التنفيذي الصحفي على موقع اوريزون، إذا كان ممكن سيد الوزير يتحدث أكثر حول الكونسيبت ديال التوظيف العمومي الجهوي. مسألة واحدة أخرى هو سؤال سيد الوزير المنتدب، هو المسألة ديال توحيد النظامين ديال التقاعد الإخ سي آر والسي إم آر، واش غتمنى جميع القطاعات يعني إصلاح ديال العمال أنه ماشي السياق. مسألة ديال سؤال آخر
تحدثوا على القانون المالي انه سمح بالتوظيف ديال 70,000 يعني 70,000 استاذ. كنعرفوا لان هاد الاكاديميات عندهم نظام ديال المؤسسات العموميه، وبعد المؤسسات العموميه بدون كاسماء كتشتغل بالنظام ديال السلالي. يعني شنو الصيغه ديال هاد الترابط ما بين الاستاذ في اطار الاكاديميه والاكاديميه يعني والمؤسسه؟ شكرا. شكرا سي الوزير. مريم بوتراوتي من موقع الدار. سي الوزير تحدثوا على انه الوزاره تحرص على ضمان الزمن الدراسي. شنو بالضبط الاجراءات اللي كديرها لتعويض التلاميذ ديال الاساتذه اللي مضربين في هذا الوقت هذا؟ والى الحكومه مشات في اتجاه تطبيق الاجراءات ديال تاسيس الوظيفه العموميه، كيفاش ممكن يتعوضوا يتم تعويض الاساتذه اللي غادي يتم هذه الاجراءات في حقهم؟ والسؤال الثاني هو انتم تحدثتوا على شككتوا في القانونيه ديال التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتعاقدين، علاش ما جلستوش معاهم طاولة الحوار مع العلم ان الحكومه كانت عندها سابقه في هذا الامر مع تنسيقيه الاساتذه المتدربين سنه 2016، وحتى في الحوار ديالها مع النقابات، النقابات براسها كترفض العرض ديال الحكومه، يعني شنو الحل في نظركم؟ ومن بين المطالب اللي كترفعها هذه النقابات هي انه يتم ادماج الاساتذه المتعاقدين في النظام الاساسي ديال موظفي التربيه وزاره التربيه الوطنيه، واش هذا المطلب ممكن تستجيب له الوزاره او انها ترفضه جمله وتسليمه؟ شكرا. الوزير، السؤال عفاك حول يعني حمد جيشتيمي من قسم الانجليزي لرويترز. السؤال حول عدد سؤالات تقديركم لعدد الطلبه المتضررين للتلاميذ المتضررين جراء التوقف عن الدراسه. هناك بعض المواقع الاعلاميه تحدث عن مليون طفل. والسؤال الثاني هو السيد وزير مصطفى الخلفي تحدثتم عن الورد البنك الدولي، ولكن اللايم الدفيمي هو الذي يوصي بيوسف المغرب في نقص الاجور وتحسين اداء القطاع العام. مرحبا سيد الوزير، هشام عمراني موقع اشغال. سيد الوزير، هذه الاصلاحات دخلت على القانون الاساسي ديال الاكاديميات، انه اتخذ في اجتماعات ديال الاكاديميات اللي دازت 48 ساعه، والقانون كيقول بانكم خصكم تراقصوا انتم شخصيا. بغينا نعرفوا الطريقه اللي فرصتوا بها الاجتماعات هذه. من الجهه الثانيه، واش ما كانش من الاولويات عطونا ارقام على العاده بالنسبه ديال الاضرابات، خصوصا انه اليوم الثاني الاضرابات اللي لعبت النقابات وفي التنسيقيه انه هذا هو الاسبوع الرابع. شكرا لكم. Thank you.
الخير السيد الوزير، شنو فائدة العربي؟ تكلمتوا على الأساتذة الآلي هما مدرجين وصنفتوهم جوج ديال الفئات، الفئة اللي قلتوا أنها كتعقل وكتضرب كدير أعمال كتضرب من مركز العام، والفئة الأخرى اللي وجهتوا لها نداء باش تطيق بالنسبة للفئة الأولى. قلت بأنكم بديتوا العملية ديال العزل وديال بديتوا الشراء ديال العزل ديالهم، فبغينا نعرفوا يعني شنو المؤشرات ولا شنو التقارير اللي عندكم اللي كتشير، واش عندكم شي أدلة على أن هاد الناس هادو بالفعل أنهم يا إما منعوا الناس من دخول الأقسام أو سبوا في شغاب أو ما إلى ذلك، أو أنه كيما كتقول بعض الأخبار اللي كتعود الآن أن المستهدف الآن هما ضروري يوصل للهدف الموسيقية لأنهم بعض الانتماءات السياسية. شكرا. على اساس انا كنت متعاقدين مع السيد الوزير، عند من 95 ديال مسطره العزل اعتمدتوا على الفصل 75 مكرر، الوغ كو الفصل 75 مكرر كاين في ستاتيو جينيرال لا فونكسيون بوبليك. قلت 103 103 ما تم التعديل حتى 13 مارس، عاد دخلتوا 14 ديال لي زامونمون وتم التعديل ديالو. كيفاش في اطار ديال التعاقد واحد متعاقد اللي خصو يكون عنده واحد il doit avoir conscience de l'ensemble des articles auxquels il va être soumis avant de signer. Donc كيفاش هو يطبق عليه واحد القانون اللي هو ما عارفش؟ بيان غادي تسوي بعد هذا. يلا سيدي واحد جوج ديال السيرة، تفضل الأخ. وزير مساء الخير، هناك حل مش ممكن في حالة إذا لم يستجيب هؤلاء المؤسسة المضربون، مش ممكن توجه إلى سنة بيضاء. السؤال الثاني للسيد الرئيس فأعضاء القسم باسم الحكومة، سؤالي هو أستاذ لي واش ما كاينش طيح من الحكومة اتخاذ الإجراءات؟ يعني شفنا مجموعة ديال التعديلات قلتوا بها من بعد ما قلتوا يعني باتخاذ الخطوة ديال التعاقد من بعد بديتو كتراجع. هذا سؤال اللي تطرح يعني واش الحكومة ما عندهاش استراتيجية مضبوطة تقولهم دراسات قبل ما تتخذ حتى شي إجراء يعني ويكون من خير وتضطر من بعد أنها تراجع يعني. آخر السيد الوزير، بعض المديريات اليوم يعني بداوا يعلنوا ان العطله القادمه غادي تكون مخصصه للدعم الوطني، كاين اعلانات رسميه في التواصل الاجتماعي، واش هذا قرار مركزي ديال الدعم الوطني الفائده تاع التلاميذ ولا يعني هذه قرارات يعني مختلفه؟ شكرا لكم. باش نبدا بهذا سمحوا لي غادي نجاوب غنجاوبو بمعليش بانتظام. السيد راك، حنا غادي نغتنمو هاد الفرصة ديال العطل البينية باش نعطيو المجال لهاد السيد راك، وهذا قرار جهوي محض ديال كل مديرية إقليمية، حنا ما كندخلوش في الشأن البيداغوجي على المستوى الجهوي. القضية ديال واش هاد التعاقد كان والتراجع اليوم على التعاقد، حنا هاد نمط التوظيف ما جاش وطاح لينا من السماء، كان هذا من بين التوصيات ديال الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وأيضا في الرؤية الاستراتيجية 2015، وصلنا لواحد المستوى ديال الاكتضاد، وراه عبر عليه السيد الوزير المنتدب،
ديال الاقسام اللي مهوله لاكثر من 60 في القسم. لماذا؟ لان في 2013 14 15 16 عدد الاساتذه اللي كيمشيو للتقاعد اكثر بكثير من الاحداثات ديال المناصب الماليه في اطار القانون الماليه. لهدف 2016 انذاك الحكومه ديال 2016 دارت هذا النمط ديال التوظيف بالتعاقد. جات هذه الحكومه اليوم وسوات هذه الوضعيه وطورتها وجوداتها باش ما نبقاوش بهذا العدم الاستقرار اللي عبروا عليه واحد العدد الاساتذه. ودرنا واحد النمط ديال التوظيف اللي كيضمن هذا الاستقرار وكيامن هذه الوظيفه على المستوى الجهوي. دونك هذا ماشي تراجع، هذا تطوير ديال واحد الوضع. واش سي دي دي واش سي دي؟ ما كاينش سي دي دي والسي دي. سي دي دي في الاول سنتين ومن بعد ما كاينش سي دي. اليوم كاين وظيفه عموميه جهويه واللي كيأطرا هو هذا النظام الاساسي، بحال اللي كاين النظام الاساسي ديال النظام العام للوظيفه العموميه، كاين النظام الاساسي الجهوي للاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين. راه قلت لكم هذه القضيه ديال كونتراكتويال ما كاينش، ما بقاش كونتراكتويال نهائيا. اليوم كاين اساتذه الاكاديميات 13 مارس، من 13 مارس اليوم 27 مارس شحال كاين من يوم؟ كاين واحد اسبوعين. دونك حنا عندنا الاجل القانونيه ديال 103، دونك يمكننا نفعلوا 103 لان تم الاعتماد ديالو 13 مارس. 103 شنو كتقول؟ 48 ساعة ومع 7 أيام. حنا تجاوزنا هاد الفترة هادي. الإضرابات ما كنهضروش على الإضرابات، هذا ماشي إضراب. واش عمركم شفتوا شي إضراب أربعة الأسابيع؟ في كاين شي دولة كاين إضراب أربعة الأسابيع؟ ما كاينش نهائيا. هذا ترك الوظيفة. هذا توقف جماعي. من وراء هذا التوقف الجماعي؟ هما هاد التنسيقيات، حنا كنتابعو هاد الناس، ماشي انتماء ديالهم، واش فينا بينهم انتماء سياسي ولا لا؟ هادو اللي قلنا كيحرضوا هاد الأساتذة، وكيعرقلوا السير العادي للمرفق العام. هذا هو المشكل اللي عندنا اليوم. هادي خدمة عمومية، اليوم كيتعذر علينا باش نقوموا بها. ما كاينش عرقلة المادية، كاين اللي ما كيخدمش، راه كاين الاقتطاع يتم. هذا عادي مادية. كيفاش مادية؟ لا عقلة مادية هي تحدثتم سيد الوزير عن تحريض، يعني هل لمستم انتم نعم مادية يعني وجود اساتذة يقابلون نعم كاين الاقسام كاين واحد العدد ديال المدراء الاقليميين واش غتابعوا بالقانون؟ كاين واحد العدد اللي قدموا شكاية باسماء لا واش نعطيك انا اسماء؟ هذه الامر على المستوى ديال كل اكاديميه، ولكن كاين قضايا عديده على المستوى الاقليمي اللي تقدموا شكايات. السيد الوزير، يعني الاساتذه الذين احتجوا ونفذوا مبيت ليلي امام البرلمان، هل يعقل ان هؤلاء يعني هذا العدد الكبير تم تحريضهم وانتقلوا من مدنهم الى الرباط بشكل يعني تحريضي حرضهم زملائهم؟ راه دار واحد السجوم ديال واحد العدد الاساتذه اللي كيمتنعوا باش يدليو بالراي ديالهم. شنو هذا؟ ما نسمي هذا؟ ولكن الحضور ديالهم راه هو راي. ها؟ غير قول لك كيفاش ما كيعبروش على الراي ديالهم؟ لا هو عندهم وجهه الاعلام هي اللي كتكلم. المهم الله يخليكم. بالنسبه لهاد المجالس الاداريه تمات في 48 ساعه. في نهار، في وقت في نهار. هادو مجالس استثنائيه. رئيس الوزير هو اللي كيرأس المجلس الإداري، ولكن الرئيس مجلس الإدارة اللي هو الوزير يمكن عنده الصلاحية باش يعطي يفوض وفوض الكاتب العام، المدراء، المفتشين العامون، وقمنا في نفس اليوم يوم 13 مارس في جميع الجهات المغربية المملكة قمنا بمجلس إداري وصدقنا على هذا النظام الأساسي. الحوار احنا ديما عبرنا عليه، الحوار لن يتم الا مع مؤسسات دستوريه معترف بها اللي بالنسبه لنا هما النقابات.
قلنا النقابات المنتخبه، هاد النقابات راه منتخبه، راه عندها واحد الشرعيه ديال الانتخاب. واش هاد التنسيقيات تم انتخابهم؟ وهاد التنسيقيات جمعيات؟ هاد النقابات قلنا لهم بان يجيبوا معهم الاساتذه اللي بغاو، هما اساتذه ديالنا. دونك باش متخوفين؟ شنو الاجراء؟ شنو هي ضعيفه؟ لهذا اليوم النقابات حنا بحوار تام ومباشر، وطلبنا منهم الا كانوا باغيين يجيبوا الاساتذه معاهم يجيبوا الاساتذه معاهم، ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن ماشي تنسيقيه. كاين واحد جوج ديال او ثلاثه ديال الاسئله اللي المساله ديال المعركه ديال ما سميته في السؤال المعركه الاعلاميه، ولن انخرطنا لانه من 21 فبراير بعدا، انا تحددت على من 21 فبراير الى الان كانت عمليه توضيح مستمره باش الانسان المواقف اللي يتخذها يعرف الاساس اللي عليها اتخذها. ولهذا السبب عقدنا جوج ندوات صحفيه، البرامج التلفزيونيه، برامج في الاذاعات الخاصه كتكون مشاركه فيهم وكيكون انفتاح الاراء الاخرى، ونفس الامر في الندوات الصحفيه ديال جيش الحكومه. لهذا كاينه عمليه تواصل مستمره وعملية توضيح مستمرة، لا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي، وهذا الشيء غادي نواصلوه ونتحدثوا عليه بوضوح. المسألة ديال النسبة ديال يمكن النسبة ديال التلاميذ راه من بعد السيد الوزير غادي يعطيها. القضية ديال كتلة الأجور، مع بالنسبة أولا القضية ديال أن هذه إملاءات للبنك الدولي مرتبطة بقروض، ردينا عليها بشكل ملموس. راه الموقع البنك الدولي كيقول ها القروض اللي عندها علاقة بالتعليم، ها المواضيع ديالها، ها السنوات ديالها، هاد 20 سنة، بأن هادشي ما عنده علاقة بها. القضية ديال صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي عندنا معاه خط الوقاية والسيولة اللي ما عمرنا استغلينا من الناحية المالية، كاين توقيع ولكن ما عمرنا استغلينا. لا رجعتي لاخر تقرير ديال خط الوقايه والسيوله اللي صدر في يناير، تحدث عن التعليم، ولكن ماذا قال؟ قال احال على الرؤيه الاستراتيجيه، احال على القرار الوطني، قال المغرب ها شنو دار في اطار الرؤيه الاستراتيجيه، ماشي الموضوع ديال التعاقد، هضر على القضيه ديال النهوض بالتعليم ككل، راك عارف هذه القضيه وراك. ولكن المسألة ديال التقليص ديال العجز ديال الميزانية، هذا بالنسبة إلينا المغرب ربح هذا الرهان، لأن دابا وصلنا حنا لحدود 3.5 وغادي نحو 3%. المسألة الأولى. المسألة الثانية، علاش أنا حلت على تقرير ديال تنفيذ الميزانية ديال المجلس على الحسابات، الميزانية ديال البلاد ديال سنة 2017، وحلت على الموضوع ديال راه أن الأجور تؤدى عبر الأكاديميات لا يعني إخفاءها من نسبة كتلة الأجور، بل بالعكس راه مجلس على الحسابات كيقدمهم كاملين. وحلت على الصفحة بالضبط، صفحة 52 وصفحة 53 من التقرير اللي موجود في الموقع ديال شنو كيقول المجلس على الحسابات. ياك وظفنا 35,000، ولكن الزيادة في هذه الكتلة العامة كلية ما كانش بالشكل اللي ادى الى ان العجز ديال الميزانيه وقع فيه اشكال. راه هو قال رغم ان الكتله الاجور ارتفعت فان شنو النسبه ديالها تراجعت بالمقارنه مع 2016. هذا شنو كيعني؟ كيعني ان الاصلاحات اللي دارت البلاد في الماليه العامه، في المحروقات، في التقاعد،
في القطاع الكهرباء. هذيك الاصلاحات هي اللي مكناتنا باش نوفروا موارد ماليه كبيره، ماشي فقط هي الاجور، لان الاجور 20,000 هي 2 مليار. هاد السنه مثلا 15,000 هي مليار ونص ديال الدرهم في كتله الاجور. في المقابل شحال كانت الزياده في الميزانيه ديال التعليم؟ 5 مليار ديال الدرهم، 3.5 اخرى زدناها. هذا دون الاخذ بعين الاعتبار الميزانيات المدعمه عبر مثلا صندوق التماسك الاجتماعي، برنامج تيسير كان 500 مليون درهم ولا 2 مليار ديال الدرهم، وقيس على ذلك. بمعنى احنا بالنسبه الينا رجعتي للتقرير ديال خط الوقايه والسيوله، ما بالنسبه الينا ما كايناش املاءات. لا رجعتي للبنك الدولي ما كايناش املاءات. والفيصل شنو هو؟ هو المجلس على الحسابات اللي كيجي كيدير افتحاص للميزانيه ديال البلاد وكيعطيك هالنسبه وكيقول بان نسبه كتله الاجور الكليه بمعنى احتسب حتى التقاعد، هو قال حدود 12% بالمقارنه مع 2016 كاين تراجع. فبالتالي ما كاينش هذا الاشكال. اللي ناكد عليه هو انني كنجدد الرجاء ديالي الاساتذه من اجل استئناف التدريس ان ينظروا ويغلبوا المصلحه العليا ديال التلاميذ. نوجه الرجاء باننا احنا ملتزمين بمواصله العمل على النهوض باوضاع رجال ونساء التعليم جميعا من كل الفئات، لان احنا لا يمكن ان نربح الرهان لاصلاح ديال التعليم بدون النهوض بالاوضاع ديالهم. ولهذا نتجه الى استئناف الدراسه ونواصل العمل ديالنا، والا الوزاره راه اضطرت باش تاخذ واحد العدد ديال الاجراءات لمصلحه التلاميذ ومصلحه استمراريه المرفق العمومي ومصلحه المدرسه العموميه. الاجابه على بعض الاسئله. الاضافه بالنسبه للنساب، بالنسبه للتلاميذ اللي اليوم عندهم هذا الاشكال في الهضره ديال الزمن الدراسي، هما 7% تقريبا، واحد 300,000 على المجموع. غير هادو ماشي ما عندهمش اللي 7 مليون، ماشي ما عندهمش بتاتا، ما كيقراوش، لا، عندهم واحد العدد الحصص اللي ما داروش. بالنسبه للاضراب، الاضراب ديال هاد 3 ايام اللي ما عنده علاقه مع هاد المشكل، اللي طالبه النقابات اطار ملف مطلبي اخر، رغم طلب الاضراب كان واحد الاساتذه ما تعاملوش مع الاضراب بقوه. كان تقريبا واحد 14.8% البارح، واليوم تقريبا نفس النسبه ديال هذا الاضراب. بالنسبه للاضراب، بالنسبه للتوقف عن العمل منذ في الاول كان واحد تقريبا يتراوح 70%، ومن بعدها 65% طوال هاد 4 اسابيع. بالنسبه للاجراءات اللي تمت لسد الخصاص، هو استعانه بحال اللي قلت لكم ديال واحد عدد الاساتذه العرضيين، ايضا الاساتذه اللي مشاو للتقاعد اللي دعيناهم، واحد جمعيات الشركه ديال التعليم الخصوصي، ديال ايضا ابرام شراكه مع بعض المجالس الاقليميه اللي منحوا لنا واحد العدد ديال الاطر ديالهم. ايضا تم تكييف البنيات التربويه، فاش كيمكننا نضموا الاقسام في حدود معقوله، كنضموا جوج ديال الاقسام باش ما تجاوز العدد ديالهم اكثر من 50. تقليص بعض المواد، بعض المواد اللي كتكون ماشي معممه على المستوى الوطني، بحال دابا الانجليزيه كنديروا في الاعدادي كنديروها في التاهيلي، كنعطيو الاولويه للتاهيلي. هادو هما مجون التدابير اللي تمات، وكل مدير اكاديمي وكل مدير اقليمي كيشتغل يوميا باش يوفر هذا حق التمدرس لجميع التلاميذ اللي لقاو هاد المشاكل امامهم. سيدي الوزير، رجاء السؤال. شكرا لكم سيدي.
احنا ما كنعاقبوا حتى شي واحد الاخر، حنا كنطبقوا القانون اولا. نتوما كتسميو هادو التنسيقيات، حنا كن ما عندهم اسم بالنسبه لينا، فهمتيني شي اللي كاين. شكرا. لا بارك الله فيك.